ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنبتدي دكتور مجدي مادة الكربوهيدرات. المادة دي 30 درجة، ده فرع من فروع مادة من ثلاث فروع: الكربوهيدرات والانزيمات واللبن. طيب، البنكرياس structure has two major types of tissues: acina اللي هو secrete digestive juices to duodenum، و islets of Langerhans contain 3 types of الهرمون. طب الالفا سيل سيكريت جلوكاجون، والبيتا سيل سيكريت انسولين ستيمولات جلوكوجينيسيس، والدلتا سيل سيكريت سوماتوستاتين انهابت انسولين جلوكاجون، والاف سيل سيكريت بنكرياتيك بوليبيبتايد. طيب الميتابوليك افكت اوف الانسولين انكريز الريت اوف الجلوكوز ترانسبورت انتو السيل، و increase the rate of الأتب formation، و increase the rate of glucose conversation، و increase the protein triglyceride synthesis، و decrease the high protein glucose levels، و stimulate glucogenesis. طب بعد كده ال effect of decrease the insulin الانسولين deficiency هايبرجلايسيميا، جلوكوزيوريا والبوليوريا، ديابيتيك كوما. هنا بيقول بعد كده increase the lipolysis والفري فاتي اسيدز والكيتو اسيتوسيس. طب انا عندي بعد كده ديجرام بيوضح البلاد جلوكوز. هنا الرسمه زي ما هي واضحه كده، بلازما انسولين كونسنتريشن، وتحت الجلوكوز وانسولين سيكريشن. هنا في الاكس اكسس التايم مينيت، والواي اكسس طبعا الكونسنتريشن. الهرمونز السؤال ده مهم يا جماعه. الابنفرين البلاد شوجر بيزيد، والجلوكوجين لايسز ان ليفر والماسلز بيزيد، بيقل الابتيك اوف الجلوكوز باي تيشو سيلز، وبيقل الانسولين ريليز فروم البنكرياس. طب بعد كده يا جماعة أنا عندي الأدرينو كورتيكال هرمون هايبوغلايسيميا، والليفر جلوكاجون ليفر جلايكوجين بيقل، والمسل جلايكوجين بيقل، والانتستينال ابزوربشن اوف الجلوكوز بيقل، والثايرويد هرمون ثايروكسيني تي فور ستيمولات، والجلوكوجين لايسز، والبلاد شوجر بيزيد، وانكريس سنسيتيفيتي تو الابنفرين. والابنفرين والثايرويد هرمون اللي هو تي 4 بيعملوا ان البلاد جلوكوز بيزيد، وهنا في بيحصل جلوكوجين لايسز، والانسولين بيقل ريليز فروم البنكرياس. طيب انا عندي هنا بقى العمليه دي بتوضح لي الجلايكوليسيس والجلوكونيوجينيسيس وعمليه انتاج الطاقه والنت انرجي اللي هم 4 أتب. انا عندي الجلوكوز هنا يديني جلوكوز 6 فوسفات، يديني فركتوز 6 فوسفات، في وجود البي اف كي 1 والاف بي بيز ماينس، يديني فركتوز 1,6-فوسفات، وده في وجود دايهيدروكسي اسيتون يديني جليسرالدهايد 3-فوسفات، في وجود 1,3-فوسفوجليسريت يديني 3-فوسفوجليسريت، وبعد كده يديني 2-فوسفوجليسريت، وبعد كده يديني بي اي بي اللي هو في وجود البي كي هيديني البيروفيت. خلي بالكوا الجلايكوليسيس السهم اللي تحت، والجلوكونيوجينيسيس السهم اللي فوق. طيب انا عندي هنا 2 انزيمز ان جلوكوجين لايسيس، فركتوز 1,6-فوسفات 1 اف بي بيز 1 وجلوكوز 6-فوسفاتيز. Reverse reaction reciprocal regulation of the BFK1 FB base 1
or what metabolic logic of reciprocal regulation by citrate allosteric effectors glycolysis. اول حاجة فركتوز 6 فوسفات الاتب هيتحول لادب في وجود البي اف كي 1 يديني فركتوز 1 6 باي فوسفات والاي ام بي بيزيد والفركتوز 2 و 6 باي فوسفات وانا الستريت هيقل. تاني حاجة الجلوكونيوجينيسيز فركتوز 1 6 باي فوسفات اف بي بيز 1 هنا يخش ال H2O وهيطلع البي اي هيديني فركتوز 2 6 باي فوسفات هيقل والستريت هيزيد. طب السؤال ده يا جماعة جه في الامتحان امتحان 2020 ليفل اوف 2 و 6 البي بي ان سيل ار كنترولد باي اديوال فانكشن انزيم كيلد بي اف كي 2 والاف بي بيس 2. انا عندي هنا بي اف كي 2 حواليها حاجة زي الشمس كده دورية وفيها شرط يعني ده الاو اتش اكتف وجنبيها اف بي بيس 2. طيب هنا نخلي بالنا من اتجاهات الاسهم عندي السهم هنا طالع لفوق والسهم هنا نازل لتحت والسهم هنا داخل وطالع داخل بالاتش 2 او وطالع بالفوسفور. هنا بروتين فوسفاتيز 1 هنا هاي بلاد شوجر الانسولين بيزيد هنا الجلايكوليسيس بيزيد وهنا الاتب داخل هيتحول لادب وهنا بروتين في وجود البروتين كايناز وهنا البلاد شوجر بيقل هنا فيها يبقى جلوكاجون والبي اف كي 2 هيطلع لي فوسفور والاف بي بيس 2 هتبقى هنا هي الايل اكتيف فاكتيف يبقى حواليها عامله زي الشمس كده. طيب انا عندي الكلام ده مهم جدا دي في تجميع كل اللي فات. بصوا يا جماعه اي حاجه جت في الامتحان حفظ يعني السؤال الاجابه حفظ كده زي الشاطر كده اقعد احفظ ماشي تجميع كل اللي فات ده فيري امبورتنت. فركتوز 6 فوسفات الاتب هنا يتحول لادب البروتين كايناز ايه بي اف كي 2 اف بي بيس 2 ده اكتف فركتوز 2 6 باي فوسفات جلايكوليسيس جلوكاجون بيزيد هيحصل لو بلاد شوجر هيحصل ان الاي ام بي بيزيد والستريت هيقل فركتوز و2 6 باي فوسفيت هتزيد. طيب يا جماعه هنا الفركتوز و2 6 باي فوسفيت هنا ال H2O هيتحول لفوسفور هنا بروتين فوسفاتيز ال اف بي بيز 2 وبي اف كي 2 ده الاكتيف فركتوز 6 فوسفيت. طيب والفركتوز 6 فوسفيت جلوكونيوجينيسيس والانسولين هيزيد وهاي بلاد شوجر بيزيد والستريت هيزيد والاي ام بي هيقل والفركتوز و2 و6 باي فوسفات هيقل هنا الفركتوز 1 6 باي فوسفاتيز 1 والاف بي بيز 1 بي اف كي 2 فوسفوفراكتو كايناز 2 تمام. بعد كده هنا ايه بيقول لك الكربوهيدرات ميتابوليزم عندي الكوري سايكل والجلوكونيوجينيسيس والجلايكوليسيس. ايه هي الكوري سايكل؟ الكوري سايكل دي مهمه بتيجي في الامتحان. لاكتيت بروديوسد ان ان ايروبيك ماسل سيل ديورينج اكسرسايز باي اكسبورتنج ات تو ليفر وير كونفرتد تو بايروفيت يوزد تو سينثيسيس جلوكوز باي جلوكونيوجينيسيس. طب الجلوكونيوجينيسيس بروفايد الجلوكوز فور السيل فروم نون كربوهيدرات بريكيرسورز فركتوز 1 6 فوسفات في وجود البي اف الاف بي بيز هيديني فركتوز 6 فوسفات جلوكونيوجينيسيس فهنا الانسولين هيزيد وهيبقى فيه هاي بلاد شوجر. جلايكوليسيس بقى هيبقى الفركتوز 6 فوسفات في وجود البي اف كي 1 فركتوز 1 6 باي فوسفات جلايكوليسيس والجلوكاجون هيزيد واللو بلاد شوجر. بصوا يا جماعه السؤال ده مهم جدا وجاي جه في الامتحان وجه في الامتحان 2020 وات رايت اون بنتوس فوسفات باسواي اللي هي البي بي بي او الهوكسوز مونوفوسفات اور
الفوسفوجلوكونات باس واي اورال باس واي اتش ام بي باس واي. اول حاجه اقول التعريف: alternative باس واي فور جلوكوز اوكسيديشن انفولفينج فورميشن اوف البنتوس فوسفاتاز از انترميديت. تاني حاجه اقول السايت: very active in cytosol of liver red blood cells adipose tissues lactating memory gland the eyes with testes. بعد كده اقول الامبورتنت اوف ال اتش ام بي باس واي فورميشن اوف الريبوس 5 فوسفات سينثيسيس اوف الدي ان اي والار ان اي فورميشن اوف الناد بي ريديوس ناد بي. بعد كده هقول انا السينثيسيس اوف الكوليسترول وانا السينثيسيس اوف الاسترويد هرمون وانا السينثيسيس اوف الفاتي اسيد لايبوجينيسيس. بعد كده رقم 3 كي بكلوتاثيون ان ريديوسد ستيت جي اس اتش بروتكت ريد بلاد سيلز اجينست اللايسيس باي الاتش 2 او 2. بعد كده لو طلب مني الاكسديشن باس واي يعني دي المقدمه، طلب مني الاكسديشن ارسله دول، طلب مني النان اكسديشن باس واي ارسله ايه؟ ارسله دول، تمام؟ حسب ما يطلب. يعني الاول انا اكتب له الديفاين والسايت والكلام، طلب مني الاكسديشن باس واي اكتب له دول، طلب مني النان اكسديشن اكتب له دول، وفي نفس الوقت في دي او في دي هكتب الديفاين والسايت وكل الكلام ده. طيب ذا اكسديشن باس واي اوف الاتش ام بي 3 انزيماتيك رياكشن الجلوكوز 6 فوسفات الناد بي موجب، وهنا في الناد بي اتش جلوكوز 6 فوسفات ديادوجينيز 6 فوسفو جلوكون جلوكونو دي لاكتوز دي لاكتون. بعد كده ال H2O هتخش هيخرج ال H متأين لاكتونويز 6 فوسفو جلوكونيد هنا ال ناد بي موجب هيخرج لناد بي اتش هنا دي 6 فوسفو جلوكونيد داي هيدروكس داي هيدروجينيز رايبولوز 5 فوسفات، تمام. بعد كده نوت ان جي 6 بي دي از كوميتمنت ستيب ان اتش ام بي وان بيكوز 6 فوسفوجلوكون جلوكونو دي لاكتون هاز نو اذر ميتابوليك فيت اكسبت كونفرتد تو 6 فوسفوجلوكونات، تمام. دي بقى اللي جت في الامتحان اللي هي النون اوكسيديتيف باس واي. اول حاجه قلنا هنكتب ايه؟ هنكتب الديفاين، بس عشان ايه تفهموا معايا، بس عشان اول حاجه هكتب الديفاين ماشي، بعد كده هكتب السايت، بعد كده هكتب الامبورتد في الاتش ام بي باس واي، وبعد كده يا حبايبي هكتب ايه؟ هكتب الحل ده، مش هكتب الحل ده على طول لا. طيب النون اوكسيديشن باس واي اوف البي بي بي اور الاتش ام بي 6 بنتوز 5 فوسفات 30 كربونز ار ميتابولايز تو ريجينيريت 5 جلوكوز 6 فوسفات 30 كربون، يبقى الريبوز 5 فوسفات، هنا الريبولوز 5 فوسفات ايزوميريز، في وجود الريبوز 5 فوسفات هيطلع لي هنا الريبوز 5 فوسفات، في وجود الترانس كيتوليز هيطلع لي سيدو هيباتولوز 7 فوسفات، في وجود الترانس كيتوليز هيطلع لي اريثروز 4 فوسفات، وهنا الريبولوز 5 فوسفات، زيلوز 5 فوسفات هيطلع لي جليسرول دايت 3 فوسفات، هيطلع لي فركتوز 6 فوسفات، في وجود الايزوميريز هيطلع لي جلوكوز 6 فوسفات. طيب regulation of the HMB pathway the K enzymes of the HMB pathway is to dehydrogenases. طيب يا اما جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجيناز يا اما 6 فوسفوجلوكونات ديهيدروجيناز. طيب هنا CHO feeding carbohydrate انسولين هيزيد وجلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجيناز هتزيد و6 فوسفوجلوكونات ديهيدروجيناز هتزيد والبلاد جلوكوز هيزيد والاتش ام بي هيزيد. تالت حاجه الفاستنج اللي هو الصيام، الانسولين هيقل الجلوكاجون هيزيد الجلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز هيقل ال6 فوسفو جلوكونات ديهيدروجينيز هيقل
والبلاد جلوكوز هيقل والاتش ام بي هيقل. طيب بعد كده ريجوليشن اوف جي 6 بي دي اكتيفيتي كنترولز فلكس ثرو جلوكوليتيك باس واي بنتوز فوسفيت باس واي هاي ناد بي موجب. هيديني الجلوكوز 6 فوسفيت على السهم الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز لو لو بالموجب هيطلع لي بنتوز فوسفيت باس واي اللي هي بي 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 او الهكسوز مونوفوسفيت باس واي اللي هي اتش ام بي او هيطلع لي الجلايكوليز. طب في حاله طلع لي بي 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 اور الاتش ام بي باتجاه السهم هيطلع لي النات بي اتش في على السهم هيبقى شيفت فروم وبي بي بي تو جلايكوليسيس وبعد كده هيطلع لي ايه الناد بي اتش تمام. والجلوكوز 6 فوسفات وجلوكوز 6 فوسفات ده هيدروجينيز لو بالسالب هنا هيطلع لي بي 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 اور الاتش ام بي اللي هو بنتوس فوسفات باس واي او اكسيز موني فوسفات باس واي لو هنا بالموجب هيطلع لي الجلايكوليسيس او الادب. طب يا جماعة هنا عندي الانزيمز والكربوهيدرات في جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز ديفيشنسي ان هيومن جلوكوز 6 فوسفات جلوكوز 6 فوسفات وهنا 6 فوسفو جلوكون جلوكولاكتون. شوفوا اتجاهات الاسهم هنا ناد بي موجب راح لناد بي اتش ورجع ليها تمام. وادي السهم ده رايح والسهم ده راجع ده اوكسيدايز جلوتاثيون جي اس اس جي اس جي اس جلوتاثيون ريدكتيز وريديوست جلوتاثيون جي اس اتش وجي اس اتش وهنا الاتش 2 او 2 على السهم جلوتاثيون والبيروكسيديز يديني 2 اتش 2 او. بعد كده الديتوكسيفيكيشن لو الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي هيحصل اوكسيدايز للجلوتاثيون زائد الناد بي اتش جلوتاثيون وهنا تحت ريدكتيز هيديني ريديوست جلوتاثيون زائد الناد بي موجب. البروسيس دي كان توكل ليد تو اكيوميليشن اوف الاتش 2 او 2 ان ريد بلاد سيلز والهيموليسيس اوف ريد بلاد سيلز تمام. اور ممكن تكتبوها بالطريقه دي لو ايه اللي هيحصل لو جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز حصل له نقص في الانسان ممكن تكتبوها بالطريقه دي دي طريقه الكربوهيدرات او ممكن تكتبوها بطريقه الانزيمز. انا كاتبه لكم هنا فوق الحته دي موجوده في الانزيمز موجوده في الكربو ده شرح الكربو بس انا حبيت شرح الانزيمز اكتر في الحته دي انتوا ممكن تكتبوها بالطريقه دي ده شرح الانزيمز بيقول لك ان جي 6 بي دي بروتكتس الريد بلاد سيلز فروم اوكسيديتيف دامج وان جي 6 بي دي فانكشن تو مينتين النات بي اتش ان ريديوس ذا فورم وان النات بي اتش از ريكوايرد تو ريجينريت جلوتاثيون وان الجلوتاثيون بروتكتس الهيموجلوبين واذر بروتين ان ذا اريثروسايت فروم اوكسيديشن أمثلة drugs و deficiency في الشي 6 بي دي resulted in ايه in hemolysis. طب بيقول لي قارنيلي ما بين الجلايكوليسيس والاتش ام بي من حيث السايت في الجلايكوليسيس سيتوسول اوف all tissue وفي الاتش ام بي سيتوسول اوف certain tissue زي الليفر والريد بلاد سيلز هنا الفانكشن energy production وهنا الفانكشن في الاتش ام بي ناد بي اتش ريبوز 5 فوسفيت production وهنا الهيدروجين كارير هنا في الجلايكوليسيس الناد موجب وهنا ال HMB ناد بي موجب وهنا بنحس الاتب برودكشن الاتب is produced at substrate level وهنا ال HMB no اتب برودكشن وهنا CO2 برودكشن no CO2 is produced وال CO2 is a produced تمام. نكتفي بهذا القدر كده يعتبر خلصنا نص المنهج في الكربوهيدرات.